برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. طبعا عايزه اهني كل المصريين وكل الامه العربيه والاسلاميه بعيد الاضحى الكريم. يعني احنا خلاص بكره ان شاء الله عيد الاضحى، كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب كل المصريين كل الامه العربيه والاسلاميه بخير وسعاده. في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التشنج المهبلي عند السيدات. يمكن دي مشكلة مش بنتكلم عنها كتير، ولكن للأسف هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي للطلاق أحيانا ما بين الزوجين. هنتكلم بالتفصيل عن التشنج المهبلي عند السيدات، إيه هي أسبابه، أعراضه، هل في طرق علاج، إيه هي طرق العلاج المختلفة. ده هنعرفه من الدكتورة اللي هتكون مشرفانا النهاردة في الاستوديو، دكتور رانيا السيد، مدرس العلاج الطبيعي بطب القصر العيني. أما بالنسبة لمعلوماتنا الطبية النهاردة هي خاصة بعادات الأكل عند الأطفال. يمكن أي أم أو أب يبقوا يعني بيتضايقوا أو ما عندهمش صبر كفاية لما الأطفال وخاصة في السن الصغير إن هم بيحاولوا يأكلوا، وأحيانا الأطفال بيلجأوا مش إن هم يعني عن طريق الأكل، إن هم بيلعبوا بالأكل، فاللعب بالأكل ده بيضايق أهالي كتيرة جدا. لكن في دراسة بتقول إن الأطفال لما بتلعب بالأكل على مائدة الغذاء، بتقول إن لعب الأطفال بالأكل هو بالضبط ما ينبغي أن يفعله الطفل لما بيأكل الفاكهة والخضار، وأن التفاعل مع الغذاء يمكن أن يكون أفضل وسيلة للطفل لتطوير عادات الأكل الصحية في سن مبكر، وأن تعريض الطفل لأكل الفاكهة والخضار ببساطة زي اللمس أو أن هو يشم رائحة الأكل أو هو حتى أحيانا اللعب مع الطعام بيؤدي لزيادة فرصة تناول الطعام الصحي. بكده تكون خلصت أخبارنا أو معلوماتنا الطبية. هنروح دلوقتي فاصل نرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة زي ما قلت في بداية الحلقة ان هي يمكن مشكلة مش بنتكلم عنها بالتفصيل او بصورة كبيرة، لكن هي مشكلة كبيرة ممكن تؤدي احيانا لمشاكل ما بين الزوجين وفي النهاية ممكن تؤدي للطلاق. مشكلة النهاردة اللي هنتكلم عنها هي التشنج المهبلي عند السيدات. ايه هو التشنج المهبلي؟ ايه هي اسبابه واعراضه؟ وايه هي طرق العلاج؟ وهل طريقة تشخيصه وعلاجه بتبقى طريقة سهلة ولا لا؟ ده هنعرفه من الدكتور المشرفانة النهاردة في الاستوديو، دكتور رانيا السيد، مدرس العلاج الطبيعي بطب القصر العيني. اهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيبة. انتي طيبة. الدكتور يعني احنا النهاردة مختارين موضوع مهم، ويمكن ده مشكلة مش بنتكلم عنها كتير زي ما قلت، لكن ممكن تؤدي لمشاكل أخرى كبيرة جدا ما بين الزوجين. طبعًا. إيه هو التشنج المهبلي عند السيدات؟ التشنج المهبلي ده تقلص في عضلات الحوض والمهبل. من شدة التقلص ده سميناه الاسم العلمي بتاعه الطبي فاجينيزمس، ده الاسم العلمي بتاعه الطبي، وتفسيره سميناه تشنج مش تقلص. يعني الفرق بين التشنج لو تقلص او تشنج؟ التقلص يعني عضله فيها سبازم متقلصه شويه، تشنج يعني العضله مقفوله فيها بلوك وتفضل متشنجه، لكن تقلص ممكن يتفك يحصل ممكن شويه ومع الوقت زي تقلص خفيف بسيط في عضله، لكن ده تقلص شديد، يعني نقدر نقول ان التشنج ده تقلص شديد في عضلات الحوض وعضله المهبل، مما يؤدي الى صعوبه العلاقه الزوجيه او نقدر نقول عدم حدوث علاقه زوجيه. ممكن تؤدي فعلا في الاخر لعدم حدوث العلاقه الزوجيه، مش ينفع يحصل. هو فعلا اللي بيحصل، احنا بنقول صعوبه العلاقه الزوجيه لكن الحقيقه هي عدم حدوث علاقه زوجيه. طب اسبابه ايه يا دكتور؟ يعني ايه اللي بتؤدي ليه اسباب التشنج في الحوض، عضلات الحوض، وحضرتك قلتي العضلات المهبل؟ بصي اسبابه ممكن عندنا نوعين، يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري يعني اولي او ثانويه. اولي ده
يعني هي عندها اصلا تشنج مهبل، تشنج في عضله، زي ما هو المهبل عضلات المهبل او عضلات الحوض جزء من الجسم، زي اي عضله، زي يعني اي عضله حصل فيها تقلص في الجسم. ما بيسببش اي اعراض يعني وجع الام خالص؟ لا يعني ما بيظهرش غير لما تيجي تتجوزي وتستخدم العضله دي، لان هي لكن قبل كده مش بتحس، هي تعتبر عضله مش مستخدمه خالص في الوقت ده، فمش هتحس صحيح. بيها في عرض واضح قوي او في حاجات تبقى واضحه او حاجه تعوق حياتها في اي حاجه، فبتبقى عاديه جدا. يعني مش يعني ما نقدرش نكتشفه قبل الزواج؟ لا صعب جدا، لان هي العضله دي بتبقى هتبان ازاي غير ساعه لما يجي يحصل علاقه طبعا. زوجيه، فهماني؟ ده الاولي اللي هو من طب الاولي ده يا دكتور، لا يعني هل العامل الوراثي ليه علاقه بالموضوع لا ولا لا مش شرط؟ لا لا مش شرط خالص، يعني ساعه تيجي حاله ويكون اخواتها كلهم كويسين ومامتها كان عادي ومفيش اي مشكله خالص، لا مش شرط يكون عامل وراثي. ومش معروف حتى في التشنج المهبلي الاولي اي اسباب، يعني ليه بتؤدي لتشنج العضله؟ ما هو تشنج العضله، بصي ممكن يكون اولي من حاجه اسمها، عندنا في حاجه اسمها ايزيو باسك، يعني اصلا حاجه هتحصل من غير سبب، دي حاجه في بقى باسباب، اللي هو النوع التاني اللي احنا هنقول عليه، اللي هما الاثنين نفس العلاج على فكره، اللي هو سكندري، اللي هو مثلا يكون حصل مثلا البنت سمعت حكايات مخيفه كتير من اصحابها والموضوع صعب قوي وهتتوجعي جامد وفض الغشاء ده مشكله كبيره، ومش تفضل البنت تعبي في ذاكرتها حاجات فتعمل لها، يبقى عندها اسباب نفسيه، تبقى هي اصلا خايفه من العلاقه من قبل ما يحصل العلاقه، ده يعتبر سبب، في سبب نفسي هنا دخل في الموضوع. تمام، ممكن يكون هي اصلا كانت كويسه والعلاقه بينهم كانت كويسه، وتكون مثلا سي عملت عمليه في المنطقه بتاعه المهبل او يعني او في منطقه جنب المكان ده، فهي بدا يبقى عندها الام، والالام دي مع الوقت بدا يحصل تقلص في العضلات، وبدات تعاني من تشنج مهبلي مع انها ما كانش عندها تشنج مهبلي بعد عمليه. ساعات في ناس يحصل لهم حاجه اسمها برضو ديفيكالت كايتس، اللي هو جماع صعب بعد الولاده الطبيعيه مكان الخياطه اللي بتبقى معموله، فدي برضو ساعات بتعمل المشكله دي، تفضل شويه وتحس ان هي اول ما يجي زوجها يقرب من عضلاتها بتتشنج وبيحصل تقلص، فدي ده الثانوي اللي هو بيبقى فيه سبب. وساعات حد يحصل علاقه مره واحده اول الجواز، الزوج مثلا يحصل العلاقه دي بطريقه فيها عنف او بطريقه فيها شده او من غير مداعبه، فالبنت تخاف ويحصلها زي حاله بقى فوبيا، وتبقى بعد كده عندها خوف طبعا العلاقه عموما، فتؤدي الحاله النفسيه للتشنج. وبعد كده يحصل فعلا تشنج مهبلي، ويحصل فعلا تقلص في العضلات. يعني هي ممكن تكون بدات بسبب نفسي، وبعد كده تعمل حاجه اسمها اللي هي السايكوسوماتيك ديس اوردر، يعني سبب نفسي ادى لمشكله عضويه. تمام، ده اللي هو الايه الاسباب او يا اما عمليه جراحيه ادت للتشنج عمليه جراحيه، فهي المكان وجعها، شايله مثلا غده من المكان، زي مثلا حد يستقص الغده اللي هي بتاعت غوتك برسلون، مش عارفه يحصل اي عمليه قريبه في المكان ده، تفضل هي عندها خوف شويه، فالخوف يؤدي الى تقلص في العضلات بتاعت المهبل. هو يعني موضوع مش كتير عارفين يا دكتور، هو التشنج المهبلي بس عند السيدات جداً. منتشر جدا للاسف. ما عشان كده ازاي يعني البنت تعرف ان عندها يعني تشنج مهبلي، او الزوج حتى يفهم ان البنت يعني مراته دي عندها تشنج مهبلي، لان هي ما حدش ممكن يجي على باله ان هو ممكن يبقى عنده المشكله زي دي. بالظبط، بصي الزوج ازاي هيعرف؟ اولا هيجي يدخل الزوج في ساعه اداء العلاقه الزوجيه، هيحس كانه بيخبط في حيطه، يعني في طريق مسدود، الطبيعي انه في مجال للدخول، في ممر مفتوح. لا هو مش هيحس كده، هيحس كانه في حاجه سد، والبنت هتحس انه بيخبط فيها، فبتحس بالم والالم يفضل يعمل مشاكل، ويدخلوا بقى في دوائر مغلقه. ما هو التشنج المهبل ده وبالتالي هيتأدي لحاله نفسيه عندهم هما الاثنين، يعني مش عند البنت بس. ما هو ليه تأثير سلبي على الاثنين طبعا، يعني التشنج المهبلي، عدم حدوث العلاقه ده، ما هما على ما بيلفوا كمان، المشكله ان هو كمان في صعوبه في تشخيصه. فعلى ما بيلفوا دي مشكله كبيره جدا جدا، لان تشخيص، لان حاجه زي دي لما تتشخص ويبقى صعب ان هي ما يعني ما تتشخص بطريقه صحيحه، هيقعدوا يدوخوا ويلفوا
بالظبط. مش هتتحل المشكله. انا عايزه اقول لك بقى ان المشكله ان هي عشان هي في الجهاز التناسلي المراه، الناس دايما بتتجه لدكاتره امراض النساء، فيحصل هنا مشكله. الدكتور امراض النساء بيبص على شغلته ايه، بيبص على الجهاز التناسلي بتاع المراه، فبيلاقي الجهاز التناسلي بتاعها سليم، مش مشكله، ولا انت ما عندكيش حاجه، دي بتتدلع، فتروح جوزها يتخانق معاها ومشاكل ممكن توصل للطلاق وحاجات. ما هي بتتدلع بقى. طبعا بتتدلع ومنع انه يحصل علاقه زوجيه. انت فاهمه انت فاهمه صعوبه الامر ازاي. والدكتور يعني الدكتور التاني هو من وجهه نظره فعلا في تشخيصه، على فكره هو مش غلطان، هو كجهاز تناسلي سليم، هي المشكله عضله متقلصه. تمام. الا لو حد مثلا مطلع على قصه تشنج عضلات المهبل وكده فيرفير الحاله. لكن طب حتى لو السيده المتزوجه يا دكتور كان في صعوبه في العلاقه، بتحس بالام وقتها، هل بيحصل اي الام بعد كده ولا بس وقت العلاقه وخلاص اللي بيحصل؟ اللي هو اللي عندها تشنج مهبلي لا، هي الالم والمشكله النفسيه كلها عندها تبدا ساعه العلاقه. هي من غير وقت العلاقه هي عاديه وبتتحرك وطبيعيه جدا، مفيش مشاكل. ماشي. فدي صعوبه من صعوبات التشخيص اللي بتحصل. فالتشخيص يا دكتور، لو يعني البنت او الزوج عرفوا ان عندهم مشكله في وقت العلاقة وان البنت وقتها او الزوجة بتحس بألام، هي بصي بتحس يفضل ان هم ما يروحوش للدكتور نساء، يروحوا للدكتور بصي تخصصه ايه بقى؟ هو التخصص اللي بيعالج التشنج المهبلي اللي هو العلاج اللي بيتعمل عندنا، مفيش اي علاج اخر للتشنج المهبلي. لان هو تخصص ايه يعني عشان الناس تبقى عارفه؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي التشنج. ما هو بصي مفيش يعني اي دكتور علاج طبيعي هيعالج المتخصص بقى في القصه دي. وبرده احنا عندنا يعني تخصصات العلاج الطبيعي مختلفه وقليل قوي اللي بيعالج التشنج المهبلي. فدي حاجه احنا برده من الحاجات اللي احنا بنعالجها. يعني عايزه اقول لك ان دي مشكله يعني تعتبر على مستوى العالم، اقول لك العربي يعني احنا المشكله بيجي لنا. وحضرتك بتقولي يا دكتور ان المشكله دي منتشره دلوقتي اكتر. طب قوي قوي. ايه سبب انتشارها تفتكري؟ يعني ليه حاجه زي كده منتشره؟ ده فعلا بيرجع زي ما حضرتك قلتي مثلا ان بتسمع بقى البنت قبل الزواج ان هو بالزبط. الموضوع ده مخيف او مؤلم. الاثر هقول لك حاجه، بتسمع من اصحابها طريقه الثقافه بتاعتنا والتربيه، تخويف البنت كان العلاقه دي علاقه قاسمه، وكانه البنت خايفه حد يقرب لها اصلا. يعني فهميني المعتقدات والطريقه الكالتشر بتاعتنا احنا كمان طبعا. في دي برضو ليها تاثير اكيد، يعني ليها تاثير سلبي. احنا قلنا اتفقنا من الاساس انه في حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديس اوردر اللي هو مشكله نفسيه ادت لمشكله عضويه. طب بالنسبه لحضرتك قلت في تشنج مهبلي اولي وتشنج مهبلي ثانوي، وطريقه العلاج واحده للاثنين؟ الاثنين نفس العلاج، الاثنين طريقه علاج التشنج الاولي مش هتختلف عن التشنج الثانوي. هو والاثنين نفس اعراضهم، مفيش اي اختلاف نفس في الاعراض. هي هو بصي اللي هيحصل الاتي، اول حاجه الزوج هيجي يحصل العلاج، مش هيحصل علاج، هيحس كانه الطريق مقفول والبنت عضلات الحوض بتتقلص، وساعات بيحصل رعشه. هو يعني هو ده اللي بيحصل بالظبط، رعشه وجسم، وساعات الامر يؤدي من كتر تقلص عضلات الحوض عندها والرعشه اللي في رجليها ان جسمها كله يبقى بيتنفض، ومش هتحصل علاقه. يعني هيبقى في صعوبه جدا في العلاج، او ما بيحصلش علاج، وده الاغلب يعني 95% ما بيبقاش فيه صعوبه عدم حدوث علاج اصلا. وطريقه التشخيص يعني بتتم عن طريق الاعراض بس يا دكتور، لكن هل في فحوصات بتتعمل؟ هقول لك على حاجه. احنا بنفحص طبعا عضلات الحوض، بنعمل تقييم لعضلات الحوض عندنا عن طريق اجهزه معينه. هي بصي احنا في التشنج المهبلي احنا بنستخدم جهاز للعلاج وللتشخيص اسمه بايو فيدباك، بس في التشنج المهبلي المفروض ان احنا حتى البروب بتاعت الجهاز ده احنا بنقدر نقرا عضلات الحوض، لكن ما بنعرفش نقرا عضلات المهبل، لان في الاول انت صعب جدا ان انت تدخلي حتى بجهاز. ما هو لو كان ينفع ان انا ادخل بجهاز كان
ما هي دي برضو من ضمن المشاكل النفسيه اللي البنت دي بتتعرض لها، ان هما يودوها لدكتور والدكتور يحاول بالعافيه ان هو يعني يفحص بالسونار او يعملوا لها منظار، او ما دي من المشاكل اللي بتزود المشاكل النفسيه وبتزود لها الالم وبتزود التشنج المهبلي اكتر. فانا احنا اللي بنعمله ايه، احنا بنعمل فحص بطريقه معينه يعني فيزيكال، بنشوف عضلات الحوض وبنشوف عضله المهبل عن طريق ان احنا يعني بالكشف عليها وبتقييم العضلات بشغل بتاع تقييم عضلاتنا احنا بتاع العلاج الطبيعي، فهماني؟ بنعمل تقييم العضلات اول ما بنلاقيها كده خلاص، وبنبدا نشوف عضله الحوض ينفع نقيسها عن طريق جهاز البايو فيدباك، لكن عضله المهبل طبعا استحاله نقيسها في حاله التشنج المهبلي. نوي ان انت تعرفي تقيسيها، والا انت بتبقي بتعذبيها بتكملي سلسله العذاب بتاعتها. لا، هندخل الجهاز وهندخل البروب وهنقيس ونعالج بس بعد مرحله ثانيه، بعد يعني ما نبدا نحضرها. ده بقى هنتكلم عنه في تفاصيل طريقه العلاج. طيب بعد ما بيتم فحص العضله بتاعت الحوض يا دكتور، ايه المرحله اللي بعديها بتتم؟ بصي بقى المرحله اللي بعديها بعد كده احنا عايزين نقول الاول في الحته دي الاول احساس حته مهمه قوي اللي هي بتاعت عايزه اتكلم عن تاثير التشنج المهبلي على الزوجه وعلى الزوج، لان معظم الناس فاكره ان المشكله دي بتاثر على الزوجه بس، لا، الزوج بيبقى فيه اعراض وبيبدا الزوج كمان يدخل في الدوامه، يروح يلف عند دكاتره وهو الزوج اصلا ما عندوش مشكله، هو ما عندوش مشكله. وايه الاعراض اللي بتظهر عليه؟ يعني اعراض نفسيه ولا في اعراض ثانيه؟ هما الاثنين. اول حاجه ممكن تحصل لهم لوجيك جدا انه هيحصل نقص للرغبه الجنسيه، هتبدا الرغبه الجنسيه تضعف عندهم لان هما عندهم مشكله في العلاقه، فتبدا يبقى هو حاسس ان هو يعني كده هيحصل مشكله في الاخر، وهي خايفه من الوجع والالم والمشكله اللي هتحصل، فيبدا هما الاثنين يبقى عندهم ضعف للرغبه الجنسيه. بالنسبه للتاثير السلبي على الزوجه، ان خوف من العلاقه، رفض ساعات للعلاقه، خوف بقى من اي حد يقرب لها من المكان، خوف حتى تروح الدكاتره بعد كده لو كانت لفت على كذا دكتور وما فيهوش اي تشخيص صحيح لدجالين والحاجات طبعا زي كده. اكيد بيلجأوا بقى بالظبط لان هم مش لاقيين اي سبب، فبالتالي هيلاقوا بقى افكارهم هتروح لحاجات ثانيه. انا مش عايزه اقول لك المواضيع بتوصل لحاجات ابعد من كده، يعني الناس بتيجي تحكي لي حكايات غريبه يعني. بس ده بالنسبه للزوجه. عايزه بقى اتكلم عن التاثير السلبي بتاع التشنج المهبلي على الزوج. الزوج اثناء العلاقه مع زوجه بتعاني من التشنج المهبلي هيحصل له ايه؟ ممكن من توتر الزوج يلاقي نفسه يبدا العلاقه انتصابه كويس جدا، ويبدا يضعف انتصابه اثناء العلاقه او يفقد انتصابه اصلا اثناء العلاقه. فالزوج يعني يتخيل في الحاله دي ان هو عنده مشكله، ضعف جنسي. اه لا، هو ما عندوش ضعف جنسي، هو ما عندوش، هو نتيجه هو بس نتيجه التوتر اللي حاصل في العلاقه. ما العلاقه دي علاقه يعني بين اتنين، علاقه قائمه على اتنين مش على واحد، فتوتر زوجته والخوف وعينيها واللي هو شايفه ورعشه رجليه بتخليه هو كمان بيتوتر، بيخرج من المود فيبدا يفقد انتصابه اثناء العلاقه، فيبدا ايه هو كمان يبقى قلقان، طب لا انا مش طبيعي، انا كمان انا عندي ضعف، ويبدا هو كمان يشوف لا هو ما عندوش مشكله. هي المشكله في انا بتكلم في الناس اللي عندهم حالات التشنج المهبلي، لان احنا لو عالجنا التشنج المهبلي الزوج مش هيبقى عنده الاعراض دي. يبقى اذا الاعراض اللي بدا يعاني الزوج منها هنا اعراض ثانويه وليست اعراض اوليه. مجرد المشكله بتحصل برضه، لان الزوج حتى لو حس ان عنده مشكله وراح يعمل فحوصات عند دكاتره ممكن هيقولوا له ان ما عندوش مشكله، وبالتالي هنروح برضه هنفضل في الدايره دي، دايره مغلقه. ما هو ده اللي بيحصل، بيروح يعني يعمل فحوصات بيقول ما عندكش حاجه. فانا بقول في الحلقه كده ليه؟ عشان هو كمان يعني ما يقعدش يلف وكده. ممكن بقى مشكله ثانيه تحصل له. لو الزوج ده في حاله اثاره عاليه مع توتر الزوجه ممكن يحصل له سرعه قذف. فهو يفتكر انا مش طبيعي، انا بيستني سرعه قذف بسرعه. لا، ما هي العلاقه نفسها فيها توتر. مشكله بقى تاثر تاني، عايزه اقولها للازواج اللي هم بيعانوا من المشكله دي،
خلافات زوجية. سبحان الله ربنا جعل العلاقة دي تهدي العلاقة الحميمية، اسمها العلاقة الحميمية، يعني العلاقة اللي بتقرب الزوج والزوجة من بعض. ربنا اللي عامل كده، يتصالحوا لما يزعلوا، يقربوا من بعض عن طريق العلاقة دي. فتلاقي عدم نجاح العلاقة الحميمية يؤدي إلى مشاكل في العلاقة الزوجية، تلاقي مشاكل وخناقات يعني من غير لازمة، هي في حالة مش طبيعية وهو في البيت فيه توتر، البيت فيه توتر موجودة، فبالتالي حياة سلبية. مش عايزة أقول لك قد تؤدي، شفت حالات فعلا أدت لمشاكل، هيوصلوا الطلاق، في حالات أوريدي طلقت وبعدين يقولوا يتعالجوا ويرجعوا لبعض، فاهماني؟ فاللي هو الموضوع كبير كبير، مشكلة كبيرة. يعني هي مش مشكلة بسيطة خالص، يعني يمكن علاجها بسيط لو تشخصت صح، برافو عليكي، لكن هي مشكلة كبيرة لو ما تشخصتش صح وما جبتي ما تفهمتش بطريقة صحيحة. هو ده الفيصل. شوفي، هي مشكلة لما طالما جيتي صح وتوجهتي صح وتعالجتي صح، مشكلة بسيطة حلها وقتها 3 ايام تكون المشكلة خلصت. شوفي الموضوع بسيط ازاي، بس هو صعب بقى لما توصلي لحد هنا، لحد ما يجي العيان عندنا ويوصل للمكان الصح. لان مفيش توعية كافية او مفيش وعي كافي عن الموضوع، وللأسف الموضوع منتشر، وده بيرجع لثقافتنا وافكارنا وعاداتنا، فبالتالي بتؤدي للمشكله زي دي. بالظبط بالظبط. بس ودي مشكله حديثه يا دكتور ولا مشكله بقالها فتره طويله؟ لا اكيد مشكله بقالها فتره طويله، بس ما كانش يمكن ما حدش بيتكلم عنها. بصي احنا عندنا قصه الخجل، يعني طبعا انا نفسي خاصه في المنطقه دي، في المنطقه دي انا نفسي على فكره كنت متردده لحد انا دي ثالث حلقه اعملها على فكره عن التشنج الموهبه. لما شفت ناس حالات كتير بيوتها كانت هتتخرب، الحمد لله ربنا يعني جعلني سبب في انه البيت ده كمل وعلاقتهم بقت كويسه، وحسيت ان الموضوع فعلا انت بتعالجي حاله مرضيه وفي نفس الوقت انت بتنقذي بيوت من الانهيار. فحسيت لا احنا لازم نتكلم، احنا مش هينفع نسكت، دي حاله مرضيه ولا حياه في العلم. يمكن يعني من خلال حضرتك كنت بتقولي الاسباب اللي هي ممكن تبقى اسباب ترجع لحاله نفسيه او اسباب ترجع ل بعد اجراء عمليه او حتى بعد ولاده طبيعيه نتيجه الجراحه او الخياطه للسيده الحامل، يمكن دي لما بتكون بعد حاجه اتعملت، يعني بعد عمليه او حاجه يمكن يبقى سببها واضح اكتر، فدي بتسهل. انا عايزه اقول لك بتسهل لا ولا لا؟ المشكله بقى لان هي العلاقه كانت طبيعيه في الاول، يعني في سبب خلاها ان هي بعد كده يحصل فيها مشكله. تمام، بس عايزه اقول لك بقى انه اغلب الحالات اصدمه بيبقى الاولي، اللي هم في اول الجواز وما يحصلش ده اكتر منتشر اكتر. يعني على الاقل دي فعلا انت شايفه السبب، لكن التانيين يعني في اول جوازهم وما عندهمش خبره ويقعدوا يلفوا ولو استشاروا حد يوديهم غلط، ولو راحوا ساعات كمان لدكتور يوجههم غلط، يعني من ضمن التوجيهات الغلط زي ما قلنا ايه، ما هو الموضوع اصلا مش معروف، حتى ما هو هنيجي تخصص مثلا امراض النساء، هو بيبص هو فعلا عنده حق، جهاز التناسلي سليم، هي العضله مش شايف حاجه خالص. هي العضله هي اللي فيها تقلص، العضله هي اللي مقفوله، ودي مش تبع تقييمه خالص ولا تبع تخصصه ولا حتى الجهاز هيبين، يعني ولا حتى الجهاز هيبين، مش هيبين العضله فيها هي مشكله. اقصى حاجه بتيجي اللي بتتقال بقى المشكله اصلا بتتدلع، اصلا عارفه بقى كمان في مشكله بقى المخدر الموضعي، في ناس بتلجا الحاجات بقى اللي بيلجأوا لها الناس عن طريق وصفات، سواء ساعات يعني من تشخيص غلط او وصفات من الناس، ان هم يحطوا مخدر موضعي. المخدر الموضعي ده بيعمل مشكله عند الزوجه وعند الزوج، اولا بيخلي الزوجه تفقد الاحساس بالاثاره تماما، وكمان عندها تشنج مهبلي، ما هي متخدره طبعا، والزوج كمان بيبدا يقل احساسه. ما انت حاطه لهم بنك هم الاثنين، فاهماني؟ فدي مثلا من ضمن الحاجات، وسيله يعني مدمره غلط جدا. طبعا دي مثلا من ضمن الحاجات، الجل اللي بيستخدم، اللوبريكانت جل اللي بيستخدم في الصيدليات، معظم انواع الجل دي فيها مواد كيميائيه، فبتعمل حرقان عند الزوجه وتزود المشكله عندها، وتبقى مش قادره، يا اما بينشف تعمل لها امراض بقى طبعا التهابات بقى وكده، لا والجل نفسه النوع بتاعه بيبقى بينشف، النشفان ده بيعمل صعوبه اكتر،
فالزوجه بتعاني اكتر، عارفه يعني كل ما يجوا يحاولوا كل ما يلاقوا مشكله كل تتعقد اكتر. كل ما يبوظوها فعلا زي ما انت بتقولي. أيوة اكتر. ايوه يعني كل ما فعلا يلاقوا من ضمن يحاولوا يشوفوا حلول. الاقتراحات الخطا برضو في العلاج اللي انا برضو عايزه اقولها، ودي يا دكتور يعني مش بس يعني لو في مشكله عموما، الحاجات سواء المخدر او اللوبريكنت الجل او الجل ده مش حاجه صحيه خالص. يعني سواء في مشكله او ما فيش مشكله، انا عايزه اقول لك ان في ناس بيحصل يعني في ناس بتستخدمه بس يعني عشان تسهيل، ده ما بيسهلش، بيبوظ الدنيا، وخصوصا لو في تشنج مهبلي. مظبوط. عايزه اقول لك انه برده ده بيبقى ساعات فيه كيميكلز، فده ممكن ساعات في ناس ممكن تحمل حتى لو يحصل حمله، حتى لو ما حصلش كومبليت يعني علاقه كامله. فاهماني؟ ده ممكن ياثر على في ماده كيميائيه فتاثر على الكفاءه بتاعه السبيرمس اللي هي الحيوانات المنويه. كل الحاجات دي ممكن تتاثر. من ضمن العلاجات برضو الخطا او الشائعه اللي بتحصل، طب بصي طالما مش نافع طب تعالي اعملي لك عمليه توسيع. وهنا بقى الكارثه الكبيره، اصلا المشكله ملهاش علاقه بالسايز، بالحجم، بحجم المهبل. دي عضله مقفوله. هل من الاساس اصلا يا دكتور عمليه التوسيع دي حاجه كويسه ولا لا، بغض النظر في مشكله ولا لا؟ لا طبعا عمليه التوسيع لا، وخصوصا في حاله الحمليه اكيد. اصلا المستحب ان المكان ما يبقاش واسع، حتى بعد الولاده الطبيعيه الدكتور بيخيط وبيحس ان هو يرجع المكان يلمه طبعًا ويرجعه طبعًا للحجم بتاعه الطبيعي. فالاصح ان المكان يبقى ايه، يبقى الكونتور في الحجم بتاعه الطبيعي، مش ان انا اوسعه ده هيقلل بعد كده المتعه الزوجيه بتاعه الزوج، وهيبقى في مشاكل من نوع اخر. دي والكارثه بقى الاكبر. خدي الكارثه الاكبر. ان مشكله التشنج المهبلي موجوده بعد ما عملت العمليه وتجيلي وما حصلش علاقه برضو. يعني المشكله انه المشكله في هنا فين، مش في السايز. السايز حتى لو كان كده هيحصل دخول. العضله مقفوله مسدوده فتفضل العضله متشنجه. انت وسعت السايز من جوه والعضله مقفوله برده من بره، اللي هي بيوبوك اكسجيس ماسل، العضله اللي بره هي اللي مقفوله فما حلتش. يعني المشكلة العضله مقفوله مفيش اي مجال خالص. فكده فوسع الدنيا وخسرت ميزه فيها. ان الكونتور او السايز بتاعها صغير دي ميزه، خسرت ميزه فيها وما حلتش المشكله. المشكله طبعا استيل قائم. دي من ضمن الاقتراحات اللي بتحصل غلط. من اقتراح تاني برضو بيتقال ننوه عنه هنا برضو في الحلقه، حاجه بيحقنه اللي هو سم البوتوكس. بيتحقن، حد يقول ايه احنا هنحقن بوتوكس بحيث ان احنا نرخي العضله دي خالص، و يعني هو البوتوكس بيرحي العضلات، بيشل العضله، بيعمل شلل مؤقت في العضله. طيب خدي بقى الاثار السلبيه للبوتوكس، وفي الاخر المشكله ما اتحلتش برضو. بالظبط. خدي اول الاثار السلبيه. اولا احنا قلنا ان التشنج المهبلي تشنج في عضلات الحوض والمهبل. انا اصلا في العلاج عشان اعالج المهبل انا اصلا ببدا بالحوض. لازم ارخي الحوض عشان اعرف ادخل المهبل. فاذا هو كل اللي هيقدر يحقنه هيحقن ايه؟ المهبل. المهبل ما يقدرش يرخي عضله الحوض، لان لو رخى عضله الحوض اتشلت ومش هتقدر تتحرك. هتبقى مشلوله. كارثه. فاللي بيعمله بيرخي عضله المهبل. وكمان البوتوكس اولا ليه وقت معين، فاولا الحل ده مؤقت، ثانيا عضله الحوض متشنجه فما بتحصلش برده علاقه. ولو حصلت بتبقى صعبه جدا وبترجع تاني بمجرد انه تاثير البوتوكس يروح، وبرده بتبقى بالعياط وبصعوبه اذا حصلت، وفي الاغلب ما بتحصلش. بعد ما بيحقنوا البوتوكس يحقنوه، التكلفه بتاعته كمان عاليه طبعا جدا. وحقن البوتوكس مش وخاصه في المناطق زي دي بالظبط صعب جدا، تكلفه عاليه جدا يعني، وفي الاخر مفيش نتيجه. لان اصلا احنا تعريف التشنج المهبلي هو تشنج في عضلات الحوض والمهبل، وانا اصلا عشان انا في علاجي عشان كده بقول لك هو ملوش علاج غير العلاج اللي احنا بنعمله ده، ملوش علاج تاني ولا في اي مكان، ولا حتى يعني التخصصات اللي بتعالج العلاجات اللي هي المسؤوله عن المشاكل الجنسيه والحاجات دي برده ما بتعالجش التشنج المهبلي. التشنج المهبلي ملوش علاج غير الجلسات دي، ملوش علاج تاني خالص خالص، كلها حلول خطا. في من ضمن برده حلول وتؤدي لمشاكل اخرى، تؤدي لمشاكل يعني اخرى. من ضمن الحلول اللي بتقترح استخدام الموسعات، الكونز او الموسعات،
يا جماعه هي اصلا لو تقدر تدخل حاجه ما كانت دخلت جوزها. يعني فاهماني؟ أيوة البنت عندها مشكله، فالحلقات طبعا مش هتساعد خالص، هتسبب لها مشكله دي اكتر، كلها هتسبب مشكله. استخدام الموسع دي برضو من ضمن الاقتراحات الخاطئه في الموضوع. هي البنت عندها مشكله يعني طبعا. يعني طب انتوا كده عمالين تعذبوا فيها يعني، وهي عماله الفوبيا تزيد عندها والخوف يزيد عندها وجوزها يتضايق اكتر طبعا منها ويضايق من العلاقه، وانا اتجوزت وما اتبسطتش ومش عارفه، كارثه موجوده فاهميني؟ اكيد اكيد طبعا. فبرضه استخدام الموسع يا جماعه هتستخدم اكسرسايز التمارين الرياضية. التمارين الرياضية هتخلي العضلة متشنجة، تقلصها أكتر. عضلة أصلا فيها تقلص. تخيلي إن أنت ظهرك وجعي وأنا بقول لك طب اعملي بس شوية تمارين. ده أنا حتى أنت لو جاية لي أنا كدكتورة علاج طبيعي، عشان أول حاجة بديها لك ريست، صح ولا غلط؟ أول حاجة بقولها لك راحة، ارتاحي طبعا، ارتاحي، وهنعمل جلسات، وبعد ما تتحسني هبقى اديكي تمرينات بقى وحاجات تقوي عضلات ظهرك. يعني بعد حتى في العلاج لما التمرينات دي اخر حاجه مش في الاول خالص. هي خلاص التمرينات، التمرينات مش بالنسبه بالنسبه ليها هي العلاقه الزوجيه. هو ده التمرين بتاعها بعد كده اللي هو البراكتس. تمام الممارسه صح. هو ده التمرين بعد كده بتاعها بعد ما بنعمل العلاج. بس فده يلمة صعبة جدا جدا. في اي سلوكيات خاطئة برضو يا دكتور بتأدي المشاكل في حل المشكلة دي؟ هي مش بتحلها، هي بتعقدها. ما هو احنا يعني ما هي دي الاقتراحات، ما بقولك الكونز، موسعات، كل الحاجات دي، ده اذى تمرينات، كل ده غلط. تمرين ايه؟ العلاج بقى حضرتك بتقولي ان هو العلاج بسيط اصلا لو اتوجهنا للعلاج الطريقة الصحيحة في العلاج بس. شوفي قعدوا بقى الناس اللي قعدت شهر، ده بيجوا بعد عذاب يعني، بعد مده طويله ودائره مغلقه مفيش حلول فيها، وبالعكس المشاكل بتزيد اكتر، ومش مش بس عند الزوجه لكن عند الزوج كمان، وبيضطر ان هو يلجا لحاجات ثانيه مش هيلاقي فيها حل، ويجي له اعتقادات ان هو عنده مشكله وميبقاش عنده مشكله. دي يعني كارثه. مش عارفين هما الاثنين المشكله في ده. في ناس بقى بيجوا لي يخلفوا اثنين مثلا، حصل حمل من الخارج كده. أيوة. خلفوا اثنين وجايين يتعالجوا بعد على ما اكتشفوا بقى. لما دخلوا مثلا على اليوتيوب او على الصفحه بتاعت الفيسبوك مثلا واكتشفوا ايه ده في علاج، ده احنا اهو. انت فاهماني؟ في ناس بيبقى بصي بقى عدى شهر، عدى اثنين، عدى سنه، عدى 5 سنين، اللي جايه لي بقى لها 5 سنين، اللي جايه لي بقى لها 6 سنين، جايه لي بقى لها 4 سنين. يا جماعه والله العلاج بسيط جدا. يعني حتى بعد ما اكتشفوا المشكله بعد سنين طويله. علاجها سهل ما فيهوش مشكله؟ ما هي المشكله في ان ايه يا احسان؟ المشكله يا حبيبتي في ايه؟ ان هم اصلا ما عرفوش كان ايه المشكله. طبعا ما انا فاهمه قصدي. فمجرد بعد دايما الاكتشاف المبكر لاي مرض عموما هو ده افضل، والعلاج عليك. بيجيب نتيجه. طالما عارفه المشكله. انت عارفه انا اول ما باجي اعمل التقييم ولا عندها تشنج مهبلي اقولها الحمد لله عرفنا السبب. طالما يعني لما اجي اعمل التقييم وتاكدت ان عضلات الحوض فعلا فيها مشكله وفيها تقلصات بعد الاختبارات بتاعتي، وتاكدت بصيت على البيوبيك اوكسجينس عضله المهبل وتاكدت فعلا خلاص بعد التقييم بتاعي انه في تقلصات في كل العضلات دي، اقول لها ايه؟ اصل انت طالما عرفتي سبب المشكله خلاص العلاج اهو، العلاج اهو هنقول لك عليه دلوقتي. لكن لو حد اكتشف المشكله بعد سنين طويله يا دكتور، لان حضرتك بتقولي ان هو المشكله دي مش يعني مش ما فيش وعي كافي عنها، فبالتالي بتشخص بطريقه غلط وبيروحوا لسلوكيات خاطئه بيؤدي لمشاكل. هل يعني اكتشاف المشكله بعد مده طويله وحتى لو تعرضوا لمشاكل اثناء السلوكيات والاعتقادات اللي هي بتحاول ان هو تحل المشكله، ده لما يلجأوا للعلاج بعد فتره طويله هتبقى سهل برضه ولا هي بيبقى فيها حبيبتي مشكله؟ هو العلاج واحد يعني بعد اللي بقى لها، بس هي المشكله بس في الاثار السلبيه اللي بتترتب بعد عن تاخير العلاج. طبعا اللي اكتشفوا المشكله بعد شهر وتعالجوا احسن كتير يا عيني من اللي قعدوا يا عيني 10 سنين واثر على علاقه. ما احنا اتفقنا انه من ضمن الاثار اللي بتاثر على زوج والزوجه انه توتر العلاقه الحميميه يعمل مشكله في العلاقه الزوجيه. هو ربنا اللي عمل كده. هو عمل العلاقه دي عشان اسمها حميميه،
يحسوا ان هم حاجه واحده في الوقت. طب جات لك حالات مثلا يا دكتور حضرتك قلت في بيستخدموا حلول بتؤدي لمشاكل زي التوسيع المكان البنج الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها دي بتؤدي لمضاعفات لمشاكل، وقت العلاج بقى لما يتم اكتشافها ان هو ده تشنج مهبلي هل بيكون العلاج بيكون سهل ولا نتيجه المضاعفات اللي حصلت هيبقى اصعب شويه؟ بصي احنا دايما يعني انا عايزه انوه حاجه، احنا طالما اكتشفنا المشكله بصي انا دايما بقول للناس نسبه العلاج ده 99% نسبه النجاح، 1% الحاجه واحده بقى، واحده عندها سايكولوجيكال اليمنت مشكله نفسيه، لا انا محدش هيقربني، لا انا مش عارفه ايه، عندها هواجس بقى نفسيه دي تتعالج بقى. دي طبعا هتحتاج بقى تحتاج علاجين، تعمل برضو الجلسات لانها عندها مشكله عضويه، وهتحتاج دي 1% من الحالات او اقل، يعني ممكن تقولي كمان 0.5%. هي اكيد طبيعي لما بتحس ان هو في تحسن بيأثر على العامل النفسي بصوره كبيره جدا. طبعا هي مجرد اصلا انه الجهاز دخل، احنا هنشرح دي دلوقتي في طرق العلاج، انه الجهاز لقيته دخل والنحايه حست انها حد طبيعي، هي خلاص الجزء النفسي اتحل. عشان كده بقول لك 99% ما بيحتاجوش يعني حتى دكتور نفسي ولا بيحتاجوا اي حاجه، 99%. 1% دي بقى كل يعني 100 حاله ممكن تشوفي حاله كده. طب طرق العلاج بقى يا دكتور والمراحل والجلسات بتبقى جلسات حسب كل حاله، عدد جلسات واحده لكل حاله، يا ريت تشرحي لنا بالتفصيل. هقول لك بقى بالتفصيل، اولا احنا بنعمل 3 فيزيتس، 3 زيارات. ما بين كل زياره قد ايه وقت؟ بصي ممكن يعني نعملهم لما يكون في ناس جايين من بره او من بلاد بعيده او من حاجات، عادي جدا لو عملناهم كل يوم ما يجراش حاجه لو خدنا الثلاث ايام ورا بعض، او ان احنا بنعمل فاصل يوم بعد يوم. يعني اقصى حاجه يوم بعد يوم يا دكتور؟ ما اقدرش بعد اكتر من كده عشان انا ابقى بكمل علاجي مش ببدا من اول وجديد. فهو احنا بنعمل كده لو حد ما استمرش على الجلسات، يعني الثلاث جلسات دي ما حدش عمل جلسه او اتنين والثانيه طول فيها ما عملش او راح بعدها، بنعيد من اول وجديد. بنعيد من اول وجديد يعني مثلا يعني مهم جدا ان احنا في حاله مثلا ورا بعض. احنا من ضمن الحاجات اللي بنقولها ان الناس يجوا لنا بعد ما عدت بيريود عشان انا ببقى عايزه الجلسات ما يبقاش في علاقه، وعايزه وقت يحصل فيه علاقه بعد الجلسات، فدي من ضمن طب دي حاجه مهمه جدا. لازم احتياطات قبل الجلسات ان هو بعد الدوره الشهريه مباشره، بحيث ان احنا مثلا علاجنا لو هتعمل يوم بعد يوم قولي هياخد اسبوع، ويبقى احنا عندنا وقت كافي للممارسه بقى. ايه لان احنا قلنا التمرين هو ايه؟ الممارسه. هو ده طبعا هيكمل العلاج. هو ده هو بقى خلاص، هي حصلت ممارسه وحصلت العلاجه بشكل طبيعي. خلاص. فدي من ضمن خطة العلاج بتاعتنا ان احنا يعني مثلا وما تحصلش علاقة لمدة قد ايه؟ اثناء فترة الجلسات بس انا بقى بس حضرتك بتقولي يا دكتور يعني مثلا بيشوف الحلقة واكتشف ان مراته او هي اكتشفت ان هي عندها تشنج مهبلي، وقفوا بقى، ما تعملوش بقى محاولات ووجع وكده، تعالجوا وبعدين نعمل. طب الجلسات حضرتك يا دكتور الاول بيتم تشخيص العضلات الحوض الاول وبعد كده عضله المه. الجلسات بقى بصي بنعمل ايه؟ بنشتغل بيبقوا اول حاجه اتفقنا 3 زيارات، الزياره الواحده بيبقى فيها جلستين. الزياره الواحده فيها جلستين؟ جلستين. يبقى جلستين جلستين جلستين. ومدتها قد ايه كل جلسه يا دكتور؟ هقول لك حالا، الجلسه الاولانيه دي اللي بنحضر فيها عضلات الحوض عشان نقدر ندخل المهبل، عشان كده لما قلنا انه البوتوكس ما ينفعش عشان اللي احنا بنقوله دلوقتي. احنا اصلا ما بندخلش المهبل من غير ما نحضر الحوض، ده الحوض كل العضلات متقلصه، اهم حاجه. ده اهم حاجه. انت لازم تفتح الحوض ده الاول عشان تقدر تدخل المهبل. نوينك تدخلي، والا نبقى بنعذب البنت تاني طبعا، يعني عذاب. بس ف بصي اول حاجه خلينا نقول بالترتيب. اول حاجه هنقول حاجه للاثنين، الزوجه قبل العلاج، قبل ما نقول هنعالج العيان ازاي، هنتكلم عن الزوجه وهنتكلم عن الزوج. في معلومات لازم تعرفها وفي معلومات لازم تعرفيها. اول حاجه انت عرفتي ان عندك مشكله، المشكله دي سببت لك الام عضويه
والالام العضويه سببت لك الام نفسيه. الفرق، انا دايما بقول للناس حاجه، الفرق بين الانسان وسائر المخلوقات اللي خلقها ربنا حاجه واحده، انه يعرف يتحكم في مشاعره، ان هو في احساسه، يعرف يدخل الحمام امتى، بيعرف امتى. لو انت بصي دايما بقول ايه، لو الخوف اتحكم فيكي لدرجه، لو اعتبري نفسك داخله امتحان، لو انت خفتي زياده عن اللزوم مش هتحلي ولا كلمه، تلاقي نفسك نسيتي كل حاجه وما كتبتيش ولا كلمه في الامتحان. ولو انت هديتي هتركزي وتبداي تجمعي معلوماتك. لو انت خفتي من الحقنه مش هتعرفي تاخدي العلاج. اذا خفتي انك تاخدي حقنه مش هتتعالجي. فخوفك من العلاقه الزوجيه حائل بينك وبين زوجك وحائل بينك وبين العلاج، فلازم تتحكمي في خوفك. لازم نتحكم في مشاعرنا، طالما جينا نتعالج وعرفنا السبب، ولازم نبدا صفحه جديده. بنقول للزوج دي، يبقى فهمنا الزوجه ان انت خلاص لازم نبطل قصه الخوف، لان خوفك بيأثر على جوزك، زوجك بيتفاعل معاكي، مشاعرك بتأثر عليه، مشاعر زوجك عايز يرضيكي وعايزك مبسوطه، وعايز ده بالعكس، هو هيتبسط في العلاقه اكتر لما يحس ان انت مبسوطه انت كمان في العلاقه، فتوترك وخوفك مأثر عليه بالسلب، فانت بتعملي كده عشان نفسك وعلشان زوجك. دي حاجه. بالنسبه للزوج، عايزين نقول للزوج ان كل المشاكل اللي حصلت دي كانت مشاكل وهيه، لان الزوجه طلعت مظلومه، ما فيهاش، ما عندهاش مشكله، يعني طلعت غصب عنها، طلعت عندها مشكله عامله لها كده، يبقى اذا هي مش بتتدلع زي ما بعض بيروحوا لبعض الناس يقولوا لهم دي بتتدلع، ده هيعمل لنا مشكله. لا، الزوجه دي هنا مش بتتدلع، زوجها عندها مشكله، التمس لها العذر، ساعدها، هنزود المداعبه، خليك حنين معاها، عاملها على انها عندها مشكله لحد ما تعدوا انتوا الاثنين المشكله دي مع بعض، الاثنين يقفوا جنب بعض ويتفهموا بالزبط. موقف بعض، وننسى القديم، لانه القديم احنا عرفنا سببه، وانه ما كانش بايديها ولا كان بايديك طبعا. خلاص، دي اول نقطه لازم نفهمها للزوجه وللزوج، دي اول العلاج. نبدا بقى في العلاج بتاعنا، دي اساس العلاج، يعني هو ما تفهموش النقطه دي، العلاج مش هيجيب نتيجه اللي متوقعينها زي ما لو هم تفهموا النقطه دي. خلاص، لو رافضه حد بقى يقرب لها، خلاص طب انا كان هعمل معاها ايه؟ فاهماني؟ فلا، لازم انت هتسيبي نفسك وترخي عضلاتك وتسيبي نفسك للعلاج، واحنا وبعدها لزوجك، لازم تتغلبي على مشكله الخوف. احنا مقدرين اللي انت مريتي بيه، بس لازم نتعالج. لازم نذاكر ونتعب عشان ننجح، لازم ناخد دواء مر وناخد حقن عشان نتعالج، لازم نستحمل العلاج، يعني كل حاجه لازم نستحمل عشان نعدي المشكله الصعبه دي. طيب، العلاج بقى بعد كل الكلام الصعب اللي احنا قعدنا نشرحه والحاجات، العلاج بقى خلاص الموضوع بسيط خالص. اولا زي ما قلنا، 3 زيارات، ممكن يقول في 3 ايام المشكله خلصت، سواء كان يوم وبعد يوم او 3 ايام متواصلين. في ال3 ايام دول فعلا يا دكتور بتحس بتحسن وفرق كبير، بيحصل علاقه على طول. بنقول لهم بقى بعد ما نخلص الجلسات على الاوضاع المناسبه، بس اكيد بقى بالظبط. ده لسه حضرتك اكيد في شروط او احتياطات بالظبط معينه طبعا. احنا بنعمل اول جلسه بتبقى على الحوض، بتبقى في حدود ساعه. الجلسه دي بنحضر عضلات الحوض خالص، بحيث ان عضله الحوض دي تبقى مرتخيه تماما، عضلات طبعا مش بنشتغل على مجموعه عضلات معينه. دي خاصه بطريقه شغلنا احنا، نشتغل على مجموعه عضلات معينه لحد ما نطمن ان عضله الحوض بقت وكلها حاجات من غير الم، خالص بقت ريلاكست خالص، وما فيهاش اي، مجرد جهاز بيمشي على العضلات وخلاص. يا دكتور، ما فيهوش اي الام، ما فيش اي حاجه، احنا كل شغلنا الطريقه ان احنا عايزين نرخي عضلات الحوض. راكين عضلات الحوض، بنبدا نعمل الجلسه اللي هي بجهاز، الجهاز ده متوصل بشاشه بتقيس انقباض العضله وانبساط العضله. اول زياره دي انا مش عايزه اعالج العينه، مش عايزه اصلا العضله تبقى ريلاكس. ليه؟ انا عايزه اوصل لهدف، عايزه اطمن ان البلوك اتفتح وان الجهاز دخل، يبقى انا اطمنت ان السبازم ده راح اتفك شويه. خلاص، هو خلاص العضله فتحت. يبقى انا بقى، انا الكورس لسه مستمر، تمام، يبقى انا كده اطمنت ان البلوك فك.
يبقى الجلسه الاولانيه ده دوري فيها. الدور الثاني فيها العضله اللي فيها تشنج، فيها مشكله، احنا قلنا انها على طول فيها انقباض، مفيش انبساط، ان الجهاز عندي يدي قرايتين، قرايه انقباض وقرايه انبساط. عملت صح، نجحت اول جلسه، سجلنا القرايه بتاعت تشنج عضلات الحوض وعضله الحوض بقت ريلاكسد قد ايه، وسجلنا القرايه انقباض وانبساط عضله المهبل بغض النظر ادتني رقم قد ايه. تاني جلسه بقى دي هي اللي بنبدا نعمل فيها حاجه اسمها ريلاكسيشن تكنيك عن طريق الجهاز اللي متوصل بالشاشه اللي بتقيس انقباض وانبساط العضل، لحد ما بنوصل لنص الرقم تقريبا اللي احنا وصلنا له او اقل من النص شويه. الجلسه الاخيره بقى اللي هي تالت جلسه دي بقى بنوصل فيها للنورمال اللي هو على الاقل عضله المهبل دي توصل ل10 درجات، ونطمن ان هي كده في الحاله دي تقدر تعمل علاقه. في الاول بيبقى العضله دي فوق ال 70 60 70، في ناس 80. بشكرك يا دكتور، للاسف وقتنا خلص، لكن ان شاء الله هنكمل لقائنا. شرفتينا ونورتينا، كل سنه وحضرتك طيبه. انت بالف خير يا رب. مشاهدينا كلكم كل سنه وحضراتكم طيبين، اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. استنونا كل يوم الساعه 2 ل 3 والاعاده تاني يوم 7 صباحا، يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.